إرهاقه لرحلات برية ليستمتع بلون رمالها التي يعشقها، ويمارس هوايته التي أوصلته إلى كتاب جينيس للأرقام القياسية، ليلقب بملك العقارب محطما رقما قياسيا سابقا بأكله 22 عقربا ساما في أقل من 20 ثانية، هوايته التي جعلته يظهر على شاشات عدة وصحف عربية وعالمية. طيب بعد ما اكلتها الان وش تحس؟ يعني كلمنا عن طعمها. عن والله احس الحين وقت الحاضر ما احس بشيء، بس بعد فتره كذا يومين يومين ثلاثة ايام كذا يصير عندي احساس جيني. ايش طيب ايش الاحساس؟ بالنشوه. مش منك تاكل يعني مره ثانيه؟ نعم، بالنشوه، بالانتقام، احب الانتقام يعني بالعقارب خاصه. يهوى الحياه البريه ويؤمن بانه اذا عاش فيها لن يموت من الجوع، لانه سيجد ما ياكله من حيوانات وحشرات بريه مهما كان نوعها او لونها. الصحراء هي حياتي، حطني في الصحراء واتركني، اللي دب على الارض فيها اكلها. بس احنا في الصحراء قريبه، بس انطن يعني قص مكان بعيد يعني زي الصمان زي ربع الخالي، خلني شهر شهرين ما عندي مشكلة. يداعب العقارب قبل أكلها دون شعور بخوف، ويؤكد بأن سم العقارب لا يؤثر على حياة الإنسان. ماجد تثيره رائحة العقارب عندما تظهر على سطح الأرض في المناطق الصحراوية، ويتطلع في المستقبل القريب لتحطيم أرقام قياسية في مجال آخر غير العقارب، ولكن لا ينقصه سوى الدعم. عبد الله الركف، العربية، الرياض.